Bonjour mes amis, ça va bien? Moi ça va très bien. Anna كتير منيحة. عرفتوني؟ أنا كارول، votre prof de français، معلمة اللغة الفرنسية. اليوم أنا لابسة نظارات. Des lunettes. Lunettes, نظارات بالفرنسي يعني lunettes. ودائما lunettes بنقول لهم des lunettes. يعني كلمة كأنها كلمة جمع. دي لونات، ما فينا نقول اون لونات، دايما دي لونات. اخترت لكم لونات هيدا اللوك اليوم لانه رح نتعلم مع بعضنا حرف جديد. لونات لونات، مين حذر اي حرف رح نتعلم؟ ال. تري بيان، رح نتعلم مع بعضنا حرف ال. ال لونات. جاهزين بهالحلقه لتشوفوا معي كلمات تتضمن حرف ال؟ مثل العادة رح نسمع سوا، وبعرف انه كتار منكم ناطرينا الالفابي فرنسي. خلينا نسمع سوا. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? Avion, B, bateau, C, cochon, D comme D, E, éléphant, F comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme il, J comme jus, K, kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous, O, orange, P comme pomme, Q comme 4, R, radis, S, serpent, T, tortue, U, univers, V, vélo, W, wagon, X, Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Me voilà au tableau. Anna قدام اللوح. على التابلو رح اكتب لكم الحرف يلي رح نتعلمه بهيدي الحلقة. مين بيتذكر شو هو؟ تري بيان، ال. لو ال، دايما بدنا ننتبه لساننا بده يدق فوق ال، فوزو منيح. ال ماجسكول، ال مينوسكول، مثل الفويل يلي تعلمناهم بالحلقات الماضية. جاهزين؟ ال حرف كتير سهل. احملوا الورقة والقلم واكتبوا معي. regardez، رح اكتب L majuscule. voilà، شفتوا شو هين؟ خط طويل وخط صغير. L L majuscule. وهلا بدي اكتب L minuscule. L minuscule. L ماجسكول. صديقتي لما، بس تكتب اسمها تكتبه بالال ماجسكول. لما ال مينوسكول. مين بيعرف يعطيني كلمه بتبلش بحرف ال؟ نظارات، شو بيقولوا لون؟ تري بيان، دي لونيت. لونيت، هلا رح اكتب دي لونيت. دي لونت. لونت كلمة بتبلش بحرف ال L، كتبتها en minuscule لأنه منا اسم علم. دي لونت. في كمان قول لي لونت. دايما مثل ما قلت لكم بأول الحلقة، لونيت كأنه جمع بلوريال. دي لونيت، دي لونيت. لي ل، شفتوا ال؟ لي لونيت. مين منكم بيتذكر توت لي فويال، الخمس أحرف يلي تعلمناهم بالحلقات الماضية؟ أكيد كلكم، لأنه كلكم شاطرين. هلا رح نربط ال بالفويال يلي تعلمناهن. شو أول فويال؟
Ah, très bien. La. Ajoutez une voyelle. O. L. O. L'O. L. A. La. La. L'O. L'U. L. U. L'U. Donc, Evan, Menaïd, la, l'O, l'U. Chour harf rabia. Li, I. L, I, li. Donc, on va les répéter. La, l'O, l'U, li. Le, L, E. Très bien. L ou E, بقرأها, le. بس يكون عندي كلمة féminin, مؤنث, بحط قدامة. La, مثل la table, الطاولة. La. وبس يكون عندي كلمة مذكر masculin بحط قبلها le مثل le chat الهر برجع بعيدهم la l'o l'u li le l شو بيتميز حرف ال e مين بيتذكر les accents bravo تعلمنا deux accents. Accent aigu, بسمعو E. Accent grave, بسمعو E. شوفو. شو بلفزو هيدا الأكسنت؟ لي. Très bien. لي. وهيدا. لي. Très bien. Accent grave. لي. لي. Les. Accent aigu et accent grave. Bravo. Evan, Lyon, تعلمنا. نكتب L majuscule, L minuscule. شفنا أول كلمة مع بعضنا. Des lunettes. Les lunettes. وتذكرنا كمان les voyelles. Toutes les voyelles. La. A, l'O, O, l'U, U, l'I, I, le, E. وآخر شي ذكرتكم إنه حرف الـ E مرات بياخد أكسن. أكسن تيغو إي لي أو أكسن غراف بفتح تمي. لي. لي. ما تنسوا. منقل له هيدا الحرف L. برافو أصدقائي. بتمنى أنه تكونوا لحقتوا تكتبوا كل اللي كتبته أنا على اللوح. وهلأ محضرت لكم سوربريز أو مفاجأة وهي غنية حلوة كتير. الغنية يلي رح تسمعوها هي بتعدد أشهر السنة. Les mois de l'année. يعني أشهر السنة باللغة الفرنسية. خلونا نسمعها كلنا سوا. Ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12. Janvier est le premier. Février amène le froid. Mars fait pousser les jolies fleurs. Avril souffle un vent doux. Mai est très souriant. Juin est toujours ensoleillé. Les mois de l'année, ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12. Juillet adore la plage. Août
faut qu'il fait chaud. Septembre, au revoir les vacances. Octobre, de nouveau à l'école. Novembre, c'est bientôt la fin. Décembre, au revoir belle année. Les mois de l'année, ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12. بهيدي الفقرة ومثل ما عودتكم أصدقائي حضرت لكم على الشاشة كلمات. كلمات أكيد تتضمن حرف الآل، بس بدي إياكم تركزوا كمان منيح لأنه غير الآل في لي فويال يلي نحن تعلمناهم سوا، لو أ، لو أو، لو أو، لو إي، إي لو أو. وفي بعض الكلمات رح ذكركم فيها لأن نعرفها من قبل. جاهزين؟ شوفوا معي. شو هيدا الحيوان؟ الأرنب أكيد. شو بيقولوا له أن فرانسي؟ أن لابان. تري بيان، لابان، أن لابان. هلا صرنا نعرف إنه لابان ببلش أو بيبدأ بحرف الال، لابان. وأي حرف فيه من بعد الال؟ أ، لا، بان. بالمرات الماضية قلت لكم إنه الإي هون ما بلفظها إي. إي مع إن بتعطيني صوت تاني، بتعطيني أن. إي مع إن بتعطيني أن. بالحلقات القادمة رح أبقى أعلمكم هيدا الشيء اللي عم قلكن عنه، بس هلا ركزوا معي منيح على حرف ال. أن لابان. لابان بيبدأ بال ال. أن لابان ماسكولان أو فيمينان؟ ماسكولان أكيد. أن لابان الأرنب. كمان تاني كلمة بتعرفوها، السرير. مين بيتذكر شو يعني سرير بالفرنسي؟ أن لي. أن لي. شوفوا لي. لي كلمة بتتضمن ثلاث أحرف. أول حرف ال، الثاني اي، والثالث هو حرف ما تعلمناه. منكتبه بس ما منلفظه. لي. أن لي. لي يعني سرير. ولي كلمة كمان ماسكولان. لي. أن لي. فيني أقول كمان لو لي. الكلمة التالية، شايفين هيدا الحيوان؟ سيت ان انيمال سوفاج، حيوان مفترس، الأسد. الأسد ان فرانسي بنقول له ليون. أن ليون. ليون كلمة بتبدأ بحرف ال. ليون. ال اي. ليون. ليون ماسكولان يعني مذكر لأنه قلنا قبلها أن. أن ليون. إذا الأسد شو بنقول له؟ ليون. أن ليون. تري بيان. رح نشوف الكلمة من بعدها. أن بالون. أن بالون. شايفين البالون؟ في شي غريب بالبالون. ملاحظين معي؟ طلعوا منيح بالكلمة. بالون. حطينا اثنين ال. بالون. بالفرنسي لو حطينا حرفين ما منشد أبدا. مش لازم نقول أن بالون. غلط. نكتب حرفين ومنحفظ انه بده 2 ال بس ما منشد ابدا، يعني منلفظ ان بالون. ان بالون. ا، شايفين الا؟ نوبليي با، ما تنسوا 2 ال. بالون. ان بالون. بتعرفوا اصدقائي هيدا البالون شو لونه؟ ازرق. بتعرفوا بالفرنسي شو بيقولوا؟ بلو. وبلو كمان كلمة تتضمن حرف ال. اسمعوها منيح. بلو. بلو. ان بالون بلو يعني بالون ازرق. بالحلقات القادمة رح علمكن الالوان. الكلمة التالية هي اون لامب. لمبة. اون لامب. لامب.
لامب كمان بتبدا بحرف ال، بس لامب ماسكولين او فيمينين؟ مذكر او مؤنث؟ برافو، فيمينين يعني مؤنث لانه كتبت قبلها اون. فيني اقول كمان لا لامب، لا لا تبدا بحرف ال، لا لامب، اون لامب. هي بتشبه شوي كلمة لمبة، لامب، هيك ما بتنسوها، لامب. أما الكلمة الأخيرة هي أكيد عرفتوها، دي لونات، نظارات، دي لونات. يمكن في كتار منكم بيلبسوا لونات، في ناس عندها مشكلة نظر بيلبسوا لونات ميديكال أو لونات دو فيو يعني للنظر. وفي لونات نلبسون للشمس، منقلون لونات سولير للشمس، لونات. لونات يعني نظارات، ودائما دائما منقول دي لونات أو لي لونات. عدوها منيح، لونات. بعد مرة، لونات. وهلأ رح نعيدهم كلهم. جاهزين؟ ركزوا معي منيح. شو كانت أول كلمة؟ الأرنب. أن لابان، لابان ماسكولين مذكر. السرير أن لي، تذكروا لي في حرف بالأخير ما منلفظه، كمان مذكر ماسكولين أن لي. الكلمة التالية الأسد، أن ليون، ليون نسكر تمنا، ليون، ان ليون. فيني اقول لو ليون. الكلمه اللي بعدها ان بالون، بالون، ان بالون بلو، بلو يعني ازرق، بلو، ان بالون. تذكروا بالون، تذكروها منيح، نكتبها مع 2 ال. Une lampe. Lampe, من إلا une lampe. Une lampe, كلمة féminin. فيني قول la, la lampe. والكلمة الأخيرة اللي رح نشوفها سوا، كلمة عرفتوها كلكم أكيد، دي لونات. لونات النظارات. دي لونات أو لي لونات. برافو أصدقائي. كتار منكم كتبوا هالكلمات، بدي أطلب منكم ترجعوا تعيدون كتير كتير منيح. وهلأ رح انتقل معكم للفقرة الأخيرة تنعمل إكزرسيس أو تمرين ونلعب كمان سوا. جاهزين؟ وصلنا أصدقائي للفقرة الأخيرة، الإكزرسيس يعني التمرين يلي كتبته على التابلو أو على اللوح. هن كلمات بدكن تطلعوا فيهم كتير منيح سوا. on va entourer يعني رح نحط دائرة حول الكلمة يلي بتتضمن حرف ال، أكيد ال مينوسكول أو كمان ال ماجوسكول. جاهزين؟ خلونا نشوف أول كلمة فيها ال، ما فيها ال. je ne vais pas l'entourer، مش رح حط دائرة حولها، رح أقرا لكم إياها. أن ساك، أن ساك، كيس أو حقيبة، ساك بس فيها أ. الكلمة الثانية، كتار منكم بلشوا يحصلوا شو هي؟ دو شوكولا، دو شوكولا، شوكولا، كلمة شفناها سوا، فيها أل؟ أكيد شوكولا. دونك je vais l'entourer. j'ai entouré، حطيت دائرة. الكلمة من بعدها une chèvre، هيدا الحرف ال، منو ال، بيشبه ال بس منو ال. اذا فيها ال؟ ما فيها ال. شو يعني une chèvre؟ العنزة، صحيح، فيها لو سون ا يعني اكسان غراف. دونك ان شوكولا
هي الكلمة اللي فيها قال. رح نكمل. طلعوا بهيدي الكلمة، هي ما بتعرفوها الكلمة، فيها قال؟ ما فيها قال، فيها حرف منعرفه، شو هو؟ برافو، شو هو هيدا الحرف؟ U un mur حائط un mur mur ما فيه قال. Je ne vais pas l'entourer مش رح حط دائرة حوله. الكلمة التالية شوفوها منيح، فيها قال؟ ما فيها قال، فيها آ فيها أو فيها أو بس ما فيها قال. Une carotte 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 يعني جزرة. Lapin الأرنب بياكل carotte بياكل جزرة. Carotte كلمة ما فيها قال. مين منكم حذر شو هالكلمة؟ فكروا منيح، هيدا شو الحرف؟ قال. شو في من بعده؟ إي لي السرير. ما منلفظ التي، ما منلفظ آخر حرف. أن لي سرير أكيد. Je vais l'entourer bien sûr. أكيد bien sûr. J'ai entouré حطيت دائرة. أن لي السرير masculin مذكر. الكلمة التالية الخيط، مين منكم بيتذكر؟ أن فيل ال برافو ال مينوسكول ال أن فيل أكيد بيان سور جو لانتور. وهيدي الكلمة فيها ال؟ أكيد فيها ال، فيها ال مينوسكول. أن ليون الأسد أن ليون ليون بأول الكلمة ال je l'entoure. J'ai entouré حطيت دائرة. أما الكلمة الأخيرة كلمة لازم تعرفوا تقروها، بدنا نقراها سوا ركزوا منيح. شو أول حرف؟ شوفوا منيح ال ماجسكول ل اي آ ليا 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 اسم صديقتي. من هيك كتبت ال ماجسكول لأنه اسم علم اسم شخص. ليا جانتور حطيت دائرة لأنه بتبدأ بحرف ال ال ماجسكول. جي انتوري ليا. برافو مي كامارات، برافو مي زامي، كنتو كتير شاطرين وإن شاء الله تكونوا أيدتون كتير منيح على الدفتر قدامكم. أما هلا ومثل ما وعدتكم بكل حلقة رح أختم مع تمرين صغير بعلمكم الأعداد. مين بيتذكر أي عدد تعلمنا بالحلقة الماضية؟ أن أن واحد أن حطينا طابة وحدة أون بال. أما اليوم رح نتعلم عدد اثنين دو. شو منقول له؟ دو سكروا تمكن. أن دو هيدا لو شيفر دو، وهيك نكتب دو. رح حط طابة تانية وهالطريقة صار عنا طابتين، تعلمنا أن دو. برافو مي كامارات. وبالنهاية بدي أطلب منكم كلكم كلكم سوا تتواصلوا معنا على موقعنا يلي عم بتشوفوه على أسفل الشاشة على facebook.com/madrasati7kids. Au revoir. Un lapin. Un lit. Un lion. Un ballon. Des lunettes. Une lampe. Une limace.
l'année, ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12. Janvier est le premier. Février amène le froid. Mars fait pousser les jolies fleurs. Avril souffle un vent doux. Mai est très souriant. Juin est toujours ensoleillé. Les mois de l'année, ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12. Juillet adore la plage. Août, oh qu'il fait chaud. Septembre, au revoir les vacances. Octobre, de nouveau à l'école. Novembre, c'est bientôt la fin. Décembre, au revoir belle année. Les mois de l'année, ils sont 12, 12, 12. Les mois de l'année, ils sont 12.